المبتدئ الذي هو أول ما بدأ الآن في طلب العلم ينصح مثلا بالأربعين للنووي رحمه الله، ينصح مثلا بالأصول الثلاثة. فإذا عين كتابا، ماذا يفعل؟ قال يجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب. هنا حقيقة مشكلة تعرض لكثير من المبتدئين، يأتي مثلا ويسأل ويذكر له كتاب، ثم يذكر له آخر، ثم يذكر له ثالث، ثم يذكر له رابع، ثم وهكذا، ويجد أنها أشياء يتصور أنه لا قبل له بها ولا طاقة له بها، فيترك العلم من أوله. لكن لو جمع نفسه على كتاب واحد وترك التشتت وركز على الكتاب، مثل ما يقول الشيخ، يجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان، يعني يحفظ حفظ متقن عند الإمكان. عند عدم الإمكان الشيخ يرشد إلى طريقة حقيقة جميلة جدا، يقول أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، يعني يصبح ليس محفوظا مثل الذي حفظه، وإنما يصبح أشبه بالمحفوظ، بمعنى أن المعاني ثبتت عنده وضبطها. هذا إن لم يتيسر له الحفظ ينتقل إلى هذه الطريقة الأخرى، وهي التكرار إلى أن يصبح أشبه بالمحفوظ. ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده، لأن هذا الذي به ثبات العلم وبقاؤه وحفظه. نعم.